عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هنا في لفتة في هذا الحديث وهي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، هنا تخصيص ولا تعميم؟ تخصيص. ما الذي جاء بعدها؟ ألا فلا تتخذ القبور مساجد، فهنا نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد من وجهين، من وجه العموم ومن وجه الخصوص. وحتى لا يقول قائل إن النهي منحصر في اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين، فلو اتخذت قبور غيرهم فيجوز، نقول لا يجوز، لأن النهي هنا الخاص ورد بعده نهي عام بقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد.